كابتن نادر منور الدنيا، احنا الاهرام اوتو. طبعا انت متابعنا انا عارفه. قول لي يا كابتن نادر، انت النهارده مسابق بعربيه ايه؟ داخل السباق رالي مكادي. داخل بعربية تويوتا لاند كروزر الفترة دي، معدلات 200 تورم ديزل 6 سلندر. آخر مرة حطوا فيها السبع ده، لأن جاي بعربية باجي من أمريكا، وصل الحمد لله بقالها أسبوعين قدامي. إن شاء الله حطوا فيها من سيزون كان ورالي كونا، إن شاء الله شهر اتنين، آخر اتنين أو أول تلاتة، بس بجهزها حاليا. معايا مارسيل فيلبت، ده واحد شاب ألماني ولسه بيتعلم واحدة واحدة، بس بنجهز عشان السيزون اللي جاي إن شاء الله. العربية هي رقم 310، هي طبعا لازم تكون متجهز بيها الرول كيج والكراسي والحزمة الفور سيتس. لو دخلت جوه هنا في الستيكر ده بتاع الـ FIA، لا ابروفد الـ FIA علشان السيفتي بتاع العربية. السيفتي بيفرق، كله بيتجهز سيفتي زي بعض، بس في العربية اللي بتدخل سباق انترناشونال فبيجي بتبقى في لجنة الـ FIA بتوع الفحص الفني بيفحصوها، بيدوك الستيكر والباسبورت. ده مساعد اسمه بامب ستوبر. اوكي، ده بامب ستوبر ده علشان ايه؟ بيعمل ايه بقى لما المساعد يقفل على الاخر؟ ده بياخد الصدمه، علشان بدل ما يبقى صدادة كاوتش ده بياخد صدمه، بيبقى هيدروليك علشان يخف شويه، يبقى من حمل العربيه. حمل ده المساعد. تمام، هنا اوضح. وده التبريد النيتروجين. تمام، ده التبريد النيتروجين عشان المساعد بيسخن المطبات. وجوه السوستا بامب ستوبر زي اللي شفناه ورا، بس ده محطوط قدام جوه السوستا، ده مكانه. تمام، بس هي طبعا العربيه موتورها والسسبنشن يبقى نص ثمن العربيه تقريبا. كتير محركات وحاجات الفور ويل معظمها مساعدين، اللي هي الحاجات بتاعت الرالي بتبقى مش متوفره، مش نازله تجاري، يعني كم واحد بيعوزها؟ اثنين ثلاثه. اول حاجه اسمها اوبستكل تراك، الحاجات الوعره. يس. وبعد كده في تراك جنبه سريع شويه. اللي الناس بتتفرج عليه، فانت ممكن تدخل ده او ده. بس النهارده الصبح في البريفنج قال ان احنا هندخل الاول الاوبستكل اللي هو اللي فيه العوره، بعد كده اخد لفه سريعه علشان ما اقعدش اشغل دماغي بكذا وكذا ياثر على سواقتي. اللي بيقول عليه بعمله عشان ما اشغلش نفسي كتير. هو احمد سرجاني قبل ما يبقى منظم هو متسابق، يعني كو درايفر وكو بايلوت وبايلوت وسريع جدا. بتمنى لك التوفيق، وان شاء الله النهارده تحقق مركز كبير، وبكره طبعا ان شاء الله. يعني العربيه دي بتاعت بكره اكتر، حاسه كده. بتاعت بكره اكتر، لانها ديزل، فديزل بتاعت المهام الصعبه. أنا بشكرك جدا، ودايما كده في تألق، متشكرة ليك جدا، شكرا.